مساء الأمل، مساء الحب، ومساء تحديد الهدف. كلنا مرينا في حياتنا بظروف صعبة جدا، ومحدش عاش حياته سهلة خالص، كلنا. ودايما هتلاقي العثرات والمشاكل والظروف القاسية بنمر بيها في حياتنا أكتر من الحاجات الكويسة. يعني حتى المصريين نفسهم بيقولوا، حتى ما نكون بنضحك نكون في عز الضحك يقول لك اللهم اجعله خير. يا جماعه احنا بنضحك، المفروض احنا عندنا طاقه ايجابيه للحياه. لا، احنا لازم، انت عزيزي الطالب وعزيزات الطالبه، لازم تكون محدد هدفك، لانك من غير تحديد الهدف انت فاقد القدوه والهدف بالنسبه لك. ولازم يكون عندك امل بالرغم الظروف الصعبه، بالرغم المشاكل، بالرغم الاسعار، بالرغم ان انت مش طايق المذاكره، بالرغم ان انت مش عايز تذاكر، بالرغم كل الظروف اللي حواليك مش مهيئه للمذاكره، لكن لازم تخلق جواك تحدي. التحدي ده هو اللي بيخلق من جواك الامل. الامل هو الطريق الوحيد للوصول للتفوق، حتى لو كل الدنيا ضدك، حتى لو كل الدنيا ضدك، حتى لو كان ابوك وامك نفسهم ضدك، لازم تخلق عندك دوافع داخلية وتحدي داخلي تقدر من خلاله تحقق هدفك اللي انت عايزه. ونلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله.